بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الثالثة شعبة المحاسبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور محمد عبد اللطيف. هنكمل رحلتنا إن شاء الله في مادة المالية العامة. إحنا عارفين إن إحنا المالية العامة عندنا متقسمة 3 أبواب. الباب الأول كان بيكلمنا عن النفقات العامة، الباب التاني هيكلمنا عن الإيرادات العامة، الباب التالت بيكلمنا عن الموازنة العامة، واتكلمنا عن فصل تمهيدي بيتكلم فيه عن مفهوم وتطور علم المالية العامة. إحنا طبعا واقفين عند الباب التاني الإيرادات العامة. خلينا بس نرجع خطوة لورا نفتكر مع بعض الباب الأول كنا بنتكلم فيه عن إيه. نعمل ملخص سريع كده معاكم، يعني فرصة إن إحنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله نطبق بشكل يعني أكثر واقعية وبشكل أكثر عملية الإنفاق العام. الانفاق العام في الموازنة العامة وفقا لميزانية مصر 2019-2020. النهاردة هنفهم كتير من الامور الحقيقية الواقعية، مش مجرد كلام، مش مجرد كلام بنذاكره، مش مجرد كلام بنقدر ان احنا نفهم فيه المبادئ والاساسيات بتاعة علم المالية العامة. لا، خلينا نشوف النهاردة يعني بالتطبيق كده وبالواقع العملي ايه تطبيق دوت على موازنة مصر 2019-2020. خلينا نفتح مع بعض النهاردة موازنة مصر 2019-2020 ونشوف مع بعض كده الامور بتمشي ازاي، وهل الكلام اللي احنا بندرسه وهل الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها هل هي متفقة مع الواقع، هل هي متفقة مع اللي الدولة بتعمله. خلينا نفهم برضو، خلينا نقول ان الامور لازم تكون مختلفة عندنا. تالتة محاسبة ودراستك مع المالية العامة لازم تكون أمورك فيها وفهمك للأمور فيها مختلف عن الرجل العادي، مختلف عن المواطن العادي أو الحد العادي اللي يقدر يبص أو يسمع الكلام عن الحكومة أو عن الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد أو فيما يتعلق بتحديدا النفقة العامة. طيب خلينا نفتكر مع بعض كده الجزء النظري الأول مع بعض كده، بعد كده نروح مع بعض للتطبيق على موازنة مصر 2019-2020، جانب المصروفات فيها، جانب النفقات العامة فيها، الأمور بتمشي إزاي، أرقامها إيه، تداعياتها إيه، أثرها إيه، الحل بتاعها إيه. خلينا نبص النهاردة على بشكل عملي إن شاء الله على جانب النفقات العامة. طب خلينا الأول نفتكر مع بعض، إحنا اتكلمنا في الباب الأول اللي بيتكلم عن النفقات العامة، اتكلمنا عن تعريف النفقة العامة وبيان أركانها المختلفة، وفهمنا كده وافتكرنا ونفتكر مع بعض تعريف النفقة العامة كان عبارة عن مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد إشباع حاجة من الحاجات العامة، واتفقنا إن في 3 أركان عندنا النفقة العامة، موجودين عندنا في التعريف بتاعنا إن هو لازم يكون مبلغ نقدي، لازم ينفقه شخص عام، ولازم يكون الهدف منه إشباع حاجة من الحاجات الإيه؟ العامة. بعد كده اتكلمنا عن التقسيمات الأساسية للنفقات العامة، عرفنا ان في اكتر من تقسيم، ده اللي احنا هنشوفه النهارده بقى مع بعض ان شاء الله. احنا بناخد بانهي تقسيم عندنا في المبادئ وفي الاساسيات؟ عندنا تقسيمات كتيره جدا، لكن النهارده هنبص مع بعض كده ونشوف هو تقسيم النفقه العامه وفقا لميزانيه مصر 2019-2020 هو بيتم ازاي، هو حصل ازاي، مصر اخدت بانهي تقسيم، هنشوف ده مع بعض النهارده ان شاء الله. طيب تقسيمات النفقه العامه اتكلمنا ان في تقسيم اداري، التقسيم الاداري ده بيقوم على اساس توزيع الاعتمادات وفقا للهيكل التنظيمي للدوله. يبقى تاني كده بنشوف الهيكل التنظيمي للدوله وبنبدا نقسم النفقات العامه على حسب الهيكل الاداري او الهيكل التنظيمي للدوله، فبنشوف كده مختلف الوزارات، بنخش كل يعني بيتم توزيع الاعتمادات على مختلف الوزارات، وداخل كل وزاره بيعاد توزيعها بين الادارات، وداخل كل اداره بتتخصص من جديد بين الاقسام الايه؟ المختلفه. يبقى هنا بنشوف وزارات، ادارات، اقسام، بنبدا نوزع الاعتمادات على حسب كل ايه؟ على حسب كل مرحله او على حسب كل اداره او على حسب الهيكل التنظيمي اللي موجود للايه؟ للدوله. طبعا ده تقسيم موجود، هل مصر بتاخد بالتقسيم ده؟ يعني خلينا نفتكر بقى ونشوف مع بعض كده في اسئله صح وغلط ام سي كيو، وخلينا نعرف ونتعلم حتى لحياتنا ان احنا لازم نكون فاهمين هي مصر بتاخد بانهي تقسيم وبنتكلم عن النفقات العامه ازاي. طيب في تقسيم تاني وفي تقسيم تالت وفي تقسيم رابع، عندنا في ناس قسموا التقسيم النفقات العامه تقسيم وظيفي على حسب الوظائف اللي بتقوم بها الدوله، وهنا يعني تم الاختلاف كتير جدا جدا، هي مصر بتقوم بايه؟ ايه هي الوظائف اللي بتقوم بها الدوله؟ نقدر نحصرها في 4 وظائف، 5 وظائف، 6 وظائف، هنشوف ونعرف النهارده مصر قسمت النفقات العامه تقسيم وظيفي على كام قطاع؟ على كام يعني خلينا نقول كده على كام وظيفه قامت بها الدوله؟ هنعرف النهارده الدوله قامت بايه؟ او عملت او قسمت النفقات العامه حسب وظائفها على كام وظيفه؟ طيب في ناس تانية اخذت بتقسيم تالت، تقسيم اقتصادي، وقسمت النفقات العامه لنفقات جاريه، النفقات الجاريه ديت هي يعني نفقات مستمره دايمه مخصوصه ومحدده كده لازمه لسير المرافق والخدمات العامه، زي اجور ومرتبات الموظفين ما ينفعش نقف عنها، ما ينفعش نمنعها، ما ينفعش ان احنا يعني مش بتتم بشكل غير عادي، لا ده بالعكس ده هي نفقات عاديه، نفقات احنا عارفينها، احنا عارفين قبل ما نبتدي احنا
الفلوس ديت او النفقات ديت الدولة لازم هتصرفها. طيب النفقات التانية النفقات الرأسمالية، وهي دي المهمة جدا جدا، هي ديت المسؤولة عن زيادة رأس مال المجتمع، هي ده اللي بتتعلق بيه الاستثمار، الانشاءات، النفقات، التعمير. هنشوف النهارده برضو مصر هي اللي هي بتاخد بالتقسيم ده ولا لا، ولو بتاخد بالتقسيم دوت هي بتقسمها ازاي وبتقسم النفقات العامه ازاي. طيب في عندنا كمان تقسيم بيقسم لنا النفقات العامه نفقات جاريه، نفقات حقيقيه، ونفقات تحويليه. النفقات الحقيقيه الدوله فيها بتحصل على مقابل فبتستخدم في الحصول على السلع والخدمات اللازمه لاشباع الحياه العامه. تاني كده النفقه العامه الحقيقيه هي نفقات، ايوه، بتحصل فيها الدوله على مقابل. يبقى في فرق ما بين النفقة الحقيقية، النفقة العامة الحقيقية، والنفقة العامة التحويلية. ايه النفقة العامة التحويلية؟ هي نفقات لا تحصل فيها الدولة على اي مقابل مباشر او حال. خلي بالك كده، واتكلمنا عن النقطة دي قبل كده، قلنا لازم في شرطين، لازم يكون المقابل ده مباشر وحال. يبقى النفقة الحقيقية اللي بيميزها ان الدولة بتحصل فيها مقابل، على مقابل. زي ايه؟ زي المرتبات بتاعت الموظفين، الدولة بتحصل على عمل مقابل اجر. يبقى في عمل مقابل اجر في الموضوع هنا، لازم الدولة يعني او بتخش عندي في نطاق النفقات العامة الايه؟ الحقيقية. عندي نفقات تانية، نفقات عامة تحويلية، سواء كانت تحويلية اجتماعية زي الاعتمادات المخصصة، ضمان اجتماعي، تأمينات اجتماعية، نفقات تحويلية مالية زي فوائد الدين العام، نفقات تحويلية اقتصادية زي اعانات التجارة. الدولة ممكن تقف فيها مع المستثمر او مع القطاع الخاص ان هي تشجع الاستثمار او تشجع التصدير في سلع معينة، فتقدر تقف جنب هيئات او شركات معينة في حاجة زي كده. يبقى تاني كده النفقات او تقسيمها ممكن يكون حقيقي، ممكن يكون تحويلي، ممكن يكون تقسيم اداري، ممكن يكون تقسيم وظيفي، ممكن يكون تقسيم اقتصادي. عندنا اشكال وانواع كتيره للتقسيمات الاساسيه للنفقات العامه. السؤال عندي النهارده هو مصر اخذت بانهي تقسيم؟ 2019، 2020، 2020، 2021، مصر ماشيه على انهي تقسيم؟ والتقسيم دوت محتوياته ايه؟ مشتملاته ايه؟ ده اللي احنا نعرفه مع بعض النهارده ان شاء الله. كمان هنتكلم عن او اتكلمنا في الباب الاول عن حجم الانفاق العام، اسباب تزايد الانفاق العام سواء كانت اسباب ظاهريه او اسباب حقيقيه، وهنا عرفنا ازاي ابدا ارشد الانفاق العام وضوابط ترشيد الانفاق العام. وخلينا النهارده برضو من الحاجات اللي ممكن نبص عليها مع بعض هي ازاي ارشد الانفاق العام. ماشي، احنا فهمنا النقطه دي، بس النهارده ممكن نوصل ليه هي مصر عملت ايه فعلا 2019 2020 عشان تقدر تعمل اصلاحات في الجانب ده، تعمل اصلاحات في الجزء ده. زي ما احنا متفقين كده وفاهمين النقطه ديت، احنا عندنا في فرق ما بين الماليه العامه والماليه الخاصه. الماليه العامه، ايوه، حد يفتكر معايا كده، بنحدد النفقات الاول ولا النفقات ولا الايرادات الاول؟ طيب الماليه الخاصه بنحدد النفقات الاول ولا الايرادات الاول؟ قلنا قبل كده ان الماليه الخاصه الناس العاديه، انا لما بنزل اشتري حاجه اشوف الاول انا معايا كام وبناء عليه انا هصرف ايه، انا معايا كام وبناء عليه هاكل ايه، معايا كام وبناء عليه النفقات بتاعتي هتبقى قد ايه. فهنا في الماليه الخاصه بحدد الاول ايراداتي، بعد كده بحدد النفقات بتاعتي. الدوله بتمشي بالعكس، الدوله بتحدد الاول نفقاتها، بعد كده بتشوف هتقدر تغطي نفقاتها دي منين. عشان كده لما بندرس زي من الماليه العامه بندرسها الاول جانب النفقات الاول، بعد كده جانب الايه؟ الايرادات. عشان كده بنقول ان احنا هنبص على ترشيد الانفاق العام، ايه الاصلاحات اللي الدوله رأيتها عشان تقدر تصلح او تعمل ترشيد في حجم الانفاق الايه؟ العام. بقى اتكلمنا على حدود الانفاق العام وقدره الدوله على الحصول على الايرادات العامه ومستوى النشاط الاقتصادي والمحافظه على قيمه الايه؟ النقود. رابع نقطه اتكلمنا فيها هي الاثار الاقتصاديه للنفقات العامه، مش بس اقتصاديه، اقتصاديه واجتماعيه، سواء اقتصاديه من خلال الدخل القومي او الانتاج او الاستهلاك او الاسعار او معدل التوظف، وسواء اجتماعيه خاصه بتوزيع الدخل او مستوى الايه؟ او مستوى المعيشه. طبعا احنا اتكلمنا في النقط دي كلها، اتكلمنا فيها بالتفصيل. المهم عندي النهارده والنقطه الثانيه اللي احنا نقدر نبص عليها، احنا ازاي نقدر نبص على تطبيق الكلام اللي احنا قلناه ده كله على الموازنه العامه لجمهوريه مصر العربيه 2019 2020. خلينا نكمل مع بعض كده ونشوف ازاي هنطبق الفكره ديت على موازنه مصر في 2019 2020، وخلينا احنا هندور بس ونبص على جانب المصروفات. خلينا نعرف ان في تفاصيل كتيره جدا جدا في الموضوع ده، احنا بس هنبص وهنركز مع بعض على موازنه جمهوريه مصر العربيه سواء 18 19 او 19 20 او حتى 2021. هنبص مع بعض ازاي دلوقتي ونعرفها يعني الكلام بشكل عملي وبشكل تطبيقي على اللي احنا اتكلمنا فيه، بس هنركز على الجزء بتاعنا اللي هو بالنسبه لنا النفقات العامه، او هو جانب الايه؟ جانب المصروفات. طيب خلينا نعرف الاول احنا نجيب البيانات دي منين؟ بصوا معايا كده. طيب احنا يعني اي حد متوفر البيانات ديت تقدر تخش على الصفحه وزاره الماليه، تقدر ان انت
تكتب على جوجل وزارة المالية وتقدر تخش على موقع وزارة المالية، هتلاقي فيها تفاصيل كتيرة جدا جدا، منها الموازنة العامة. الموازنة العامة عندنا فيها أكتر من حاجة، الموازنة المعتمدة، موازنة المواطن، متابعة أداء الموازنة الشهري، الحساب الختامي. نبص مع بعض كده في الموازنة العامة للدولة، هتلاقي كل ده ملفات PDF تقدر تنزلها وتقدر تطلع عليها وتبص عليها وتشوف هي الوزارة بتعمل ايه. يعني خلينا نركز كده ونعرف ان وزارة المالية من الوزارات، يعني هي وقطاع يمكن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات اللي كل البيانات وكل المعلومات ممكن تكون متوفرة بصفة دورية، بصفة شهرية، مش بس بصفة سنوية، لا ده بصفة شهرية بتبقى موجودة ومتاحة للناس كلها. فهتفتح موقع وزارة المالية، هتقدر تدخل هتلاقي الموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة للدولة من أول من 2006 2007 لحد السنة اللي احنا فيها 2020 2021. كمان وزارة المالية بتعمل حاجة مهمة جدا جدا، بتعمل حاجة اسمها موازنة المواطن. بتقول لك كده أنت من حقك كمواطن تعرف موازنة بلدك دي ماشية إزاي، عملت 2019 2020 18 و19 من لو لحد من 2014 2015 لحد 2019 2020. بتفهم المواطن وبتفهم الراجل البسيط العادي خالص موازنة بلدك بتمشي ازاي. خلينا نشوف الموضوع ده النهارده ونقدر نبص عليه كده. هو انا لا انا في حاجات فهمتها، انا في النفقات العامة فهمتها، فهمت تعريفها، فهمت اركانها، فهمت تقسيماتها، فهمت حدودها. ازاي نطبق ده وازاي قرايتي للموضوع ده ممكن تكون مختلفة من حد يكون عادي، من يكون مواطن عادي، من حد يكون درس مادة المالية الايه العامة. طيب نبص مع بعض كده على بعض الاجزاء اللي ممكن تكون معانا. نبتدي بيه. قدامنا هنا كده البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، دي وزارة المالية منزلاه بيان مالي كامل فيه كل التفاصيل الخاصة بمشروع الموازنة العامة المالية الايه بمالية الدولة. احنا زي ما اتفقنا كده ان احنا هنبص مع بعض مباشرة على الجزء الخاص بالمصروفات العامة، ونبص عليه مع بعض كده. هنا البيانات التحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، هنبص هنلاقي مع بعض جانب المصروفات قد ايه، جانب الايرادات قد ايه، العجز قد ايه، الفائض قد ايه. طبعا هنيجي للموضوع ده بالتفصيل جدا لما نيجي نتكلم عن الموازنة العامة للدولة اللي هو الباب الثالث عندنا. طيب خلينا نتكلم على الباب الاول بشكل تطبيقي بشكل عملي، وهو الجانب الخاص بالنفقات العامة. الجانب الخاص بالنفقات العامة، طيب جانب النفقات العامة احنا لما بنتكلم عن النفقات العامة المقصود بها عندنا هي الجزء بتاع المصروفات. طبعا احنا هنا بنتكلم او الدولة بقى احنا يعني معانا بيان رسمي كده، معانا منشور رسمي من جانب الدولة بتقول لنا ان في جانب ايرادات احنا فاهمينه، وفي جانب التاني مش بقى هنتكلم على مصروفات او نفقات عامة، بنتكلم على جانب تاني اسمه الاستخدامات. جزء من الاستخدامات هي المصروفات او النفقات اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى الاستخدامات بنتكلم تاني كده ان الدولة عاملة قسم او جزء كده للاستخدامات. الاستخدامات ده بيشمل المصروفات اللي هي النفقات، الفلوس اللي الدولة بتصرفها، حيازة اصول مالية، سداد اقساط الايه القروض. هنشوف الكلام ده دلوقتي كله بالتفصيل، بس نشوف كده وركز معايا في الارقام اللي معانا. الاستخدامات واجمالي الاستخدامات الخاصة بالدولة هي حوالي تريليون 979 مليار جنيه، يعني تقريبا 32% من الناتج المحلي الاجمالي. متوزعة ازاي؟ جزء مصروفات، جزء حيازة اصول مالية، وجزء تاني سداد اقساط الايه القروض. وخلينا نحسبها كده ونشوف انت شايف او انت متخيل معايا الدولة بتصرف ايه وقد ايه وعلى ايه. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له النهارده. خلي بالك احنا فهمنا الكلام وفاهمين الكلام بشكل يعني نظري او بشكل المبادئ والاساسيات اللي موجوده عندنا، بس انا عايزك تركز في الجزء دوت كده. ولو انت مكان صاحب القرار، خلي بالك بقى في فرق كبير جدا جدا من تكون انت مواطن او حد عادي وماشي تقول طول الوقت ده احنا الدوله بتصرف على ايه، الدوله بتعمل ايه. تاني كده احنا بنتكلم من الناحيه الاقتصاديه، لا لا انت النهارده لازم تفهم معايا وتشوف هي متقسمه ازاي، ولو عندك انت صاحب قرار، لو انت صاحب قرار تقدر تفكر فيها بشكل ازاي وتقدر تعيد توزيعها ازاي. طيب نبص مع بعض كده جانب الاستخدامات، الفلوس اللي الدولة بتصرفها. الدولة بتصرف على ايه؟ على مصروفات، حيازة اصول مالية، بنتكلم على سداد اقساط القروض. طيب هنبص مع بعض على المصروفات، هنلاقي ان هي عبارة عن تريليون 574 مليار جنيه بنسبة 25% من الناتج المحلي الاجمالي. الاصول المالية 29 مليار جنيه بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الاجمالي. اقساط القروض 376 مليار جنيه بنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي. طيب معلش انا عايزك تركز معايا كده وعايزك تشوف معايا مجرد بس القروض واجزاء من المصروفات هي دي نسبتها قد ايه من جانب او من مجمل الاستخدامات بتاعتنا. شوف احنا بنصرف فلوسنا على ايه،
او جزء منها ايه، ولو انت تقدر تعيد توزيعها ممكن تعيد توزيعها على ايه. طيب نمسك جزء كده وجزء كده. اول جزء عندنا بيتكلمنا عن المصروفات اللي هو بنسبه 25% من الناتج المحلي الاجمالي، تقريبا يعني بنتكلم على تريليون 574 مليار جنيه. على فكره تاني برضه الدوله بتعمل حاجه من الحاجات الواضحه جدا، من يعني بموجب الشفافيه و يعني الحوكمه وتطبيقات العداله اللي موجوده، كل البيانات وكل المعلومات متوفره بالارقام، يعني الجنيه محسوب زي ما بنقولها كده، يعني بالذات الامور المتعلقه بالموازنه العامه او بالماليه العامه ايه يعني عامة يعني. طيب أول جانب عندنا الاستخدامات، خلينا نبص كده. الدولة بتتكلم على 2018 2019، السنة اللي فاتت كان إيه اللي حاصل؟ السنة دي كان إيه؟ إيه التغير؟ نسبة التغير بتاعتنا قد إيه؟ المتوقع إيه؟ الفعل اللي حاصل إيه؟ خلينا نشوف التقسيمة بتاعتنا كده. التقسيمة إحنا قلنا الاستخدامات عندنا ثلاث تقسيمات، الجزء الأول عندنا بيتكلم على جانب مصروفات، الجزء الثاني بيتكلم على حيازة أصول مالية، الجزء الثالث بيتكلم على سداد القروض بتاعتنا. طيب جانب المصروفات اللي هي النفقات، الدولة بتصرف على ايه؟ طيب نبص مع بعض كده نلاقي ان الدولة بتصرف على اجور وتعويضات العاملين تقريبا 15% من حجم المصروفات بتاعتها، يبقى حجم من يعني بنسبة 15% من حجم المصروفات بتاعت الدولة بتصرفها اجور وتعويضات عاملين، 3% شراء سلع وخدمات، فوائد 28%، دعم ومنح ومزايا اجتماعية 16%، مصروفات أخرى وهنعرف دلوقتي إيه هي المصروفات الأخرى، هي الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي، وزارة الداخلية، مجلس النواب، جهاز مركزي المحاسبات، هنشوفها دلوقتي بالتفصيل مع بعض، مصروفات أخرى حوالي 4%، شراء أصول غير مالية أو استثمارات حوالي 10%، جملة المصروفات عندي 79% كده من مجمل الاستخدامات اللي موجودة عندي هي خاصة بجانب الإيه؟ جانب المصروفات، طبعا ده في السنة المالية 2019 2020. بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حوالي 25%، معلش أنا عايزك تركز معايا كده، حيازة أصول مالية 1%، سداد القروض 19%، إجمالي الاستخدامات 100% عندنا هي نسبتها الناتج المحلي الإجمالي 32%، كلها على بعضها تقريبا تريليون 978 مليار جنيه. طيب بص معايا كده، أنت متخيل معايا إن الجزء بتاع الفوائد بس اللي هو 28% من إجمالي المصروفات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أدي 16%، عندنا بنتكلم على سداد قروض حوالي 19%. انت شايف انت جزء كبير جدا جدا، يعني مش عايز اقول اكتر من 50 60% من الاستخدامات رايح لثلاث او اربع بنود، يعني احنا يمكن ما نحسش بيهم قوي. جزء منها طبعا الاجور والعاملين في الدولة 15%، شراء السلع والخدمات مجرد 3%، الفوائد 28%، وخلينا نركز على الجزء ده، القروض بس والفوائد بتاعتها 19% والفوائد بتاعتها 28%، طبعا 28% بالنسبه للمصروفات و19% من مجمل الايه؟ من مجمل الاستخدامات. طيب حيازه الاصول الماليه 1%، شراء اصول غير ماليه او الاستثمارات بالنسبه لنا هي 10%، والمصروفات الاخرى 4%. انت شايف التوزيع ماشي ازاي؟ شايف التقسيمه ماشيه ازاي؟ لو انت تقدر، خلي بالك بقى، لو انت صاحب قرار او متخذ قرار تقدر تعيد التقسيمه دي ازاي؟ انت بسم الله الرحمن الرحيم كده من قبل ما تبدا التقسيمه عندك فوائد، عندك قروض، عندك دعم، عندك اجور وتعويضات للعاملين، كل جزء دوت انت محتاج ان انت تلبيه الاول، بعد كده تبدا تشوف الامور التانيه اللي انت ممكن كدوله تصرف عليها. طب خلينا نبص بالتفصيل كده مع بعض اكتر. عندنا جانب المصروفات بدا يمسك لك كده، وشوف كده معايا المصروفات وفقا للتصنيف. طب احنا قلنا الجزء ده من شويه، قلنا ان احنا عندنا تقسيمات كتير للنفقات العامه، في تقسيم اداري، عندنا تقسيم وظيفي، تقسيم اقتصادي. نيجي نبص نلاقي ان الدوله الموازنه العامه الدوله في 2019 2020 هي ماشيه بالتصنيف الايه؟ او التقسيم الاقتصادي. فاللي قدامنا ده بالنسبه لنا هو التقسيم الاقتصادي، اجور وتعويضات العاملين، شراء سلع وخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه، المصروفات الاخرى، شراء الاصول غير الماليه زي الايه؟ زي الاستثمارات. تاني كده الدولة مش بس بتمشي بالتقسيم الاقتصادي، هي بتمشي بتقسيمين بصراحة، بتمشي تقسيم اقتصادي وده اللي احنا شايفينه قدامنا، وهنشوف تاني يعني ان شاء الله هنعدي الجزء دوت كده وهنروح هنلاقي ان الدولة بتعمل تقسيم تاني كمان لمصروفات الموازنة العامة للدولة وهو تقسيم الوظيفي، هنشوف الدولة بتقسم وظيفة ازاي، ايه الوظائف اللي بتعمل بيها الدولة، وطبعا هيوصل نفس الرقم سواء تقسيم اقتصادي او تقسيم وظيفي، هو مجمل الاستخدامات هو رقم واحد، لكن بنشوف ازاي الدولة بتقدر تقسم او تصنف الموازنة العامة للدولة بالنسبة لها، سواء تقسيم اقتصادي في البنود اللي احنا شايفينها او تقسيم وظيفي هنبص عليها
كمان شويه. طيب يبقى التقسيم الاقتصادي عندنا اجور وتعويضات، شراء سلع وخدمات، فوائد، دعم، مصروفات اخرى، شراء اصول غير ايه ماليه. وطبعا بدا يمسك لك كده ويقول لك كل جزء دوت هي بالنسبه للموازنه العامه للدوله قد ايه. بدا يمسك الجزء الاول هو جزء المصروفات، الاجور والتعويضات، زي ما بنقول كده ان كل حاجه محسوبه، كل حاجه بالرقم، كل حاجه بالجنيه، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم، المصروفات التانية، الاستثمارات، وكل ده نسبتها. وبدأ ان هو يعرض لنا بالتفصيل حتى الاجور، الوظائف الدائمة قد ايه، الوظائف المؤقتة قد ايه. انا فارق معايا جدا جدا ان انت تكون بتبص معايا دلوقتي على الموازنة العامة للدولة لمصر 2019-2020، وبادئ ان انت تفهم. سيبنا من الارقام، محدش يقدر يحفظ الارقام دي كلها، بس انت شايف ازاي مصر قسمت النفقات العامة، ازاي قسمتها، ازاي التقسيمات بتاعتها متوزعة، ازاي الفوائد هي قدامنا، هي فوائد محلية، فوائد خارجية، الارقام بتاعتها قد ايه. انت قادر تبص على الارقام وقادر تبص على التقسيمات بتاعت النفقة العامة، انت فاهم دوت، قادر تبص على دوت. فده جزء يعني مهم جدا جدا لازم تبقى فاهمه معايا. طبعا هنا بنتكلم على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه اللي الدوله بتدفعها. بعد كده هنتكلم عن المصروفات الاخرى اللي احنا زي ما احنا قلنا كده ان هي بتشتمل على الاعتمادات مخصصه لكل من وزاره الخارجيه، دفاع وامن قومي، مجلس نواب، جهاز مركزي ومحاسبات. ده بالنسبه لنا المصروفات التانيه. بعد كده شراء الاصول غير الماليه والاستثمارات. احنا نوصل في الاخر ان يعني اجمالي المصروفات اللي بتتحملها الدوله هي حوالي يعني تريليون جنيه 574 مليون او مليار جنيه، تقريبا 25% من الناتج المحلي الاجمالي. طيب يبقى ده التقسيم الاول اللي هو التصنيف الاقتصادي. التقسيم الثاني هو التصنيف الوظيفي. طيب طبعا هيوصل نفس الرقم في الاخر، طبعا هيوصل نفس الرقم في الاخر، بس احنا بنوصل هنا هي الدوله بتقسم وظائفها ازاي. قلنا التقسيم الوظيفي دوت بيتم على حسب الوظائف اللي بتقوم بها الدوله، ايه الوظائف اللي بتقوم بها الدوله، ومخصص لكل وظيفه فلوس قد ايه. ده موجود قدامنا اهوت. عندنا قسم 10 قطاعات، الدوله هنا قسمت الوظائف اللي بتقوم بها ال10 قطاعات: قطاع خدمات عامه، قطاع دفاع وامن قومي، قطاع نظام عام وشؤون سلام عامه، قطاع الشؤون الاقتصاديه، قطاع حمايه بيئه، قطاع الاسكان، قطاع الصحه، قطاع الشباب، قطاع التعليم، قطاع الحمايه الاجتماعيه. كل ده بالنسبه لنا حسب التقسيم الوظيفي متقسم قدامنا اهوت. الخدمات العامه قد ايه، النظام، الشؤون الاقتصاديه، حمايه البيئه، الاسكان، كل ده بالارقام. هنوصل في الاخر نفس الرقم اللي وصلنا له بالتقسيم الاقتصادي، ان اجمالي المصروفات بتاعتنا هي تريليون 574 مليار جنيه 559 مليون، نسبتها 25%، 25.6% من الناتج المحلي الايه الاجمالي. يبقى ده بالنسبه لنا كده الجزء الاول بالنسبه لنا في تقسيم الاستخدامات. بقى ده المصطلح يمكن الجديد علينا شويه. قلنا الاستخدامات بتتقسم ليه ثلاث حاجات، قلنا جزء منها مصروفات، وده بالنسبه لنا 25% من الناتج المحلي الاجمالي، خلاص احنا عرفناه. الجزء الثاني بيتكلمنا على حيازه الاصول الماليه اللي هي تقريبا 29 مليار جنيه، تقريبا نسبتها 5 يعني من 10% من الناتج القومي او الناتج المحلي الاجمالي. ايه حيازه الاصول الماليه؟ هي مساهمه الخزانه العامه في بعض الهيئات الايه الاقتصاديه اللي بتعاني خلل في هيكل تمويل. ده بالنسبه لنا اللي هي حيازه الاصول الماليه. الجزء الثالث عندنا او التقسيم الثالث للاستخدامات اللي هي سداد القروض، اللي احنا زي احنا قلنا كده عباره عن 376 مليار جنيه، 6% من الناتج الايه الناتج المحلي الاجمالي، سواء قروض داخليه او قروض خارجيه. ده اجمالي الايه القروض. قدامنا ده الجزء الثاني عندنا اللي احنا هنتكلم فيه بعدين بالتفصيل ان شاء الله. بيتكلمنا هنا على الموارد. يبقى احنا زي ما احنا فهمنا مع بعض كده ان احنا عندنا تقسيمات او البيانات التحليليه لمشروع الموازنه. تاني كده انا عايزك تاخد بالك معايا من الجزء ده، انت قدامك دلوقتي البيانات التحليليه لمشروع الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2019-2020 بالارقام. قدرت تشوف الجزء الاول عندنا بالتطبيق على الباب الاول عندنا، الباب الاول بيتكلمنا عن النفقات العامه، عرفنا الجزء النظري فيه، ودلوقتي شفنا مع بعض بالارقام 2019-2020 الدوله بتقسم استخداماتها ازاي، نفقاتها متقسمه على ايه، اخذت بانهي تقسيم، التقسيم الاقتصادي وزعته على ايه، التقسيم الوظيفي وقسمت وظائف الدوله ل10 وظائف ايه هم، حيازه الاصول الماليه وسداد القروض. عرفنا نسبه كل واحده قد ايه، وشفنا الدوله بتدفع مصاريف كبيره جدا جدا في موضوعات يمكن لو تم اعاده توزيعها على امور ثانيه هتفرق كتير جدا. طبعا يعني اعاده توزيعها في حاله عدم وجودها، لكن في حاله وجودها طبعا ده ارث كبير جدا، سواء القروض او الفوائد بتاعه القروض، يعني ارث احنا الدوله تحملته من فترات بعيده جدا جدا، بتتحمله وتدفع ثمنه طول الوقت طبعا. طيب الجزء الثاني عندنا
وخلينا نبص على الحاجة التانية من الحاجات اللي احنا بنقدر يعني ممكن نبص عليها النهاردة، الموازنة العامة أو موازنة المواطن للعام المالي 2018-2019. دي السنة اللي فاتت الدولة زي ما قلت لكم كده بتعمل موازنة للمواطن، بتقول يا مواطن انت لو عايز تعرف الموازنة بتاعتك ممكن نبص مع بعض كده وتشوف وتفهمها عشان تقدر تشوف الدولة بتاعتك هي بتصرف فلوس على ايه وبتجيب فلوسها منين. طبعا احنا النهاردة مركزين على الجزء بتاع المصروفات، النقطة يمكن رقم 8، خلينا نجيبها كده ونبص مع بعض. هل انت بتشوفها دلوقتي زيك زي المواطن العادي ولا ممكن تكون الامور فارقه معاك؟ طيب رقم 8 بنتكلم هنا على المصروفات العامه بموازنه السنه اللي فاتت 2018 2019. معلش ركزوا معايا كده يا شباب شويه. طيب بص كده، هنا بيقول لك اين تذهب ضرائبك، صحيح الايرادات بتاعتك بتروح فين، بتتصرف على ايه، اهم مجالات الانفاق الحكومي. شوف بيقول لك كده، خلينا اقول لك ان اي حد ممكن يبص على الاجزاء ديت ما يبقاش فاهمها او مستوعبها قوي. انت دلوقتي فاهم الامور ماشيه ازاي، يمكن عرض المصروفات الدوله بتقول لك اهوت في موازنه المواطن ان احنا بنعرض المصروفات ممكن باسلوبين، والاسلوبين هيوصلوا لنفس النتيجه اللي هو عدد او حجم الانفاق العام اللي الدوله بتصرفه، سواء تصنيف وظيفي بيعرض الانفاق العام وفقا للقطاعات زي صحه تعليم خدمات حمايه بيئه اسكان مرافق، واحنا شفنا ده مش بس في 2018 2019، شفناه دلوقتي عملي وبالارقام في 2019 2020. والتصنيف الثاني التصنيف الاقتصادي، اجور دعم منح مزايا اجتماعيه فوائد شراء سلع وخدمات مصروفات اخرى واستثمار. طبعا الارقام والتقسيمه اللي قدامنا ديت هي موجوده للسنه اللي فاتت، احنا شفنا دلوقتي مع بعض تقسيمه السنه دي. برضه السنه اللي فاتت كان التقسيم الاقتصادي اجور وتعويضات عاملين شراء سلع وخدمات مدفوعات الفوائد دعم مصروفات اخرى والاستثمارات الاصول غير الماليه، والتصنيف الوظيفي لموازنه 18 19 كان ماشي بنفس برضو الايه بنفس الاليه. طبعا ده شفناه في 18 19 وشفناه دلوقتي في 2019 2020. طيب ممكن نيجي للجزء الثاني، احنا عندنا برضو 2019 2020 الدوله فعلا عملت برضو موازنه للمواطن، ازاي تعرف موازنه بلدك؟ يعني بصراحه من الامور الايجابيه جدا جدا وبالطريقه البسيطه جدا، الدعم قد ايه بيتصرف على ايه، ايه اهم برامج الدعم بالنسبه للموازنه العامه، الدوله حاطه قدامها ايه، قطاع الصحه قطاع التعليم، الدولة بتصرف على ايه، وكل حاجة موجودة للاستثمارات العامة للدولة واستثماراتها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، اهم مخصصاتها ايه، ايه اللي موجود عندها، الايرادات بتاعتها، النفقات بتاعتها، تم صرف الموازنة على ايه. طبعا ده خلينا نقول كده ده ملخص ويعني حاجة معمولة بالتشارتس ومعمولة بامور سهلة عشان المواطن يقدر يتعرف عليها، احنا شفناها دلوقتي من منبعها وشفنا بالجداول وبالارقام الموازنة العامة في 2019 2020 ماشية ازاي. السؤال اللي احنا محتاجين نجاوب عليه احنا تاني كده، في اصلاحات وفي احنا اخدنا ترشيد الانفاق العام، حلو جدا ان انا ارشد الانفاق العام، بس ايه اللي الدولة عملته؟ ايه الاصلاحات اللي الدولة حاولت تمشي فيها؟ خلي بالك احنا على جانب المصروفات وعلى جانب الايرادات، اي حد لما نيجي نتكلم معاه على الجزء بتاع ازاي ان الدولة تقدر تدعم نفسها في الموازنة العامة للدولة وما يبقاش في عجز، واحنا فاهمين ان العجز بيحصل ان نتيجة ان الايرادات بتبقى اقل من جانب النفقات، هنيجي لجانب الايرادات، لكن الجانب المهم عندنا جدا دلوقتي هو جانب النفقات، واحنا اتفقنا ان المالية العامة ماشية بالعكس شوية، في المالية العامة بنبدأ دايما بالنفقات بعد كده الايرادات. فانا قبل ما اشوف الايرادات بتاعتي ازاي ازودها، واكيد هنوصل للنقطه ديت، احنا بنتكلم دلوقتي على جانب النفقات، جانب المصروفات، ازاي ارشد الانفاق العام. فقال لك هنا الدوله في 2019 2020 عملت بعض الاصلاحات المهمه جدا جدا انت لازم تبقى عارفها على جانب المصروفات، سواء اعاده ترتيب اولويات الانفاق العام لصالح القطاعات الانتاجيه وترشيد الدعم العيني، ده جزء من فكر الجديد والمستحدث بالنسبه للدوله في 2019 2020، لازم نزيل التشوهات السعريه والاصلاحات الهيكليه لقطاع الطاقه من القطاعات المهمه جدا جدا جدا، وان الدعم لما خفن عليه شويه ازاي قدر يحقق فائض للدوله وفلوس الدوله قدرت تزود بيها جانب الايرادات وتقدر تصرفها على امور تانية تكون مهمه جدا. ثالث حاجه عندنا رفع كفاءه نظام اداره الماليه العامه وميكانه الحكومه اللي هو التحول الرقمي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، بنتكلم على منظومه متابعه اداره المخاطر الماليه ونشوف الضبط المالي ونشوف هيئه الرقابه الاداريه والرقابه الماليه بتقدر تعمل ايه عشان تقدر تظبط الموضوع ده، زياده الانفاق الموجه لصالح الحمايه الاجتماعيه، الناس اللي محتاجه، المناطق الاكثر احتياجا، اصلاح منظومه التعليم والصحه، وزي ما احنا شايفين دلوقتي هو ده المهم جدا وهو ده اللي سايد دلوقتي وهو ده اللي فارق مع الناس كلها،
ازاي ان في تعليم وصحة يقدر يزود جانب الايرادات، وازاي ان هو يقدر يقلل جانب المصروفات ويقدر يعني يدفع الفلوس بتاعتها في اماكنها الصح. الجزء الخامس او السادس عندنا تطوير البنية التحتية، وشفنا يعني فرق كبير جدا في البنية التحتية موجود دلوقتي في الطرق والكباري اللي بتساعد على جذب الاستثمار. كمان بدأ تطبيق قانون التأمين الايه الصحي الشامل الخاص برضو بالناس المناطق والافراد الاكثر احتياجا. يبقى دي اصلاحات الدولة في جانب المصروفات والايرادات في موازنة 2019-2020. مش بس 2019-2020، خلينا نبص مع بعض هنا على منشور اعداد الموازنة ل 2020-2021. تاني كده انا عايزك تفهم معايا وتبص معايا، انت يعني انت شايف معايا دلوقتي الموازنة العامة للدولة 2018-2019-2019-2020 2020-2021 ازاي بنطبق الكلام بتاعنا المبادئ بتاعتنا على الواقع وعلى الحقيقة اللي موجودة معانا في مصر 2000 لحد السنة اللي احنا موجودين فيها 2020-2021. خلينا نبص مع بعض على بعض الأجزاء. يمكن هنا كمان في 2020-2021 الإصلاحات المالية اللي بتستهدفها الدولة أو بتستهدفها الحكومة عشان تقدر إن هي مشروع الموازنة العامة للدولة بتاعتها يحصل إن فيه فائض ويحصل إن فيه يعني أمور إيجابية جدا خاصة بالمالية العامة. أول جزء الإيرادات، الجزء الثاني واللي احنا يعني خاص بينا دلوقتي هو جانب المصروفات. نتكلم برضه على بعض الأمور الإصلاحية اللي ممكن تفرق كتير جدا من خلال دعم الطاقة، تطوير شبكة الحماية الاجتماعية، إدارة النظم المالية وميكانة المعاملات الحكومية خلال التحول الرقمي اللي بيحصل، إدارة المخاطر المالية، تفعيل أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الحوكمة ومبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، الديون العام الحكومي وإزاي إن إحنا نقدر نخفض وما نعودناش نلجأ للفكرة بتاعة الاقتراض، وهنتكلم عنها طبعا بالتفصيل. كل دي أمور خاصة بالموازنة العامة للدولة لحد السنة اللي إحنا موجودين فيها 2020-2021. نتمنى ان الجزء ده يكون يعني واضح ومفهوم جدا. احنا اتكلمنا دلوقتي عن الكلام او الجزء اللي احنا خدناه في الباب الاول، تعريف النفقه العامه، تقسيماتها، حجم الانفاق والاسعار الاقتصاديه، خدناها بالتفصيل كجزء نظري، رجعناها مع بعض دلوقتي وفهمناها بشكل تطبيقي على موازنه مصر الحاليه لغايه 2020-2021. هنكمل مع بعض دلوقتي ان شاء الله الباب الثاني الخاص بالايرادات العامه، هناخد فيه جزء كده ونفهمه مع بعض ان شاء الله. الجزء الثاني عندنا بيتكلم عن الإيرادات العامة. خلينا نتكلم في الجزء الأول عن الباب الثاني أو الجزء الثاني بيتكلم عن أنواع الإيرادات العامة. خلينا نبص على الصورة معانا أو رسمة معانا. أنواع الإيرادات العامة بتنقسم لإيرادات عادية وإيرادات غير عادية. الإيرادات العادية دايما بتغطيها نفقات عادية. احنا اتفقنا كده إن في الفلوس اللي الدولة بتصرفها نفقاتها العادية دايما بتيجي من ايرادات عادية زي النفقات الجارية كده بالنسبة لنا. انا عارف ان عندي اجور ومرتبات موظفين هتدفع فبتيجي من الايرادات العادية. النفقات غير العادية زي ما حصل دلوقتي كده، عندنا في مشكلة وحصل كارثة فجأة، فيروس كذا محتاج يدفع كذا، في تعطيل لكذا، في اجور هتدفع كذا، في حاجات اجراءات الدولة لازم تاخدها بشكل كذا، ده بالنسبة لنا كلها نفقات غير عادية بنجيب فلوسها من واقع إيرادات غير عادية. يبقى تاني كده، النفقات العادية بتغطي نفقات أو بتغطيها إيرادات عادية، النفقات غير العادية بتغطيها إيرادات غير عادية. طيب بتنقسم الإيرادات غير العادية عندنا لقروض عامة وإصدار نقد جديد. هنتكلم عن الموضوع ده إن شاء الله بالتفصيل المحاضرة الجاية، هيكون هو ده موضوعنا، القروض العامة والإصدار النقدي الجديد. عندنا في جزء تاني ايرادات عاديه. الايرادات العاديه دي ممكن تكون ايرادات اجباريه او ايرادات اختياريه. ايرادات اجباريه زي ايه؟ ضرائب، رسوم، غرامات مقابل تحسين، تعويضات. او ايرادات اختياريه زي القرض العام، زي الهبات، زي اليانصيب، او يعني في امور كتير جدا خاصه بالايرادات الاختياريه هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. طيب خلينا نعرف الاول هنا ان في فرق ما بين الايرادات العاديه والايرادات غير العاديه. الايرادات العاديه عندنا بتتميز بوجود العنصر الاجباري القانوني والعنصر الاجباري المعنوي. ليه؟ عشان بيتم يعني فرضها على الافراد بموجب او سلطه القانون، على عكس الايرادات الغير عاديه هي بالنسبه لنا بتكون ايرادات اختياريه. طيب الايرادات العاديه يعني بتتميز بالدوريه والتكرار، هي مستمره معانا، لان على عكس الايرادات غير العاديه اللي ما بتتميزش بالدوريه او الايه او التكرار وبتكون ايرادات غير مستمره. الايرادات العاديه كمان بتنفقها الدوله لاغراض مختلفه، على عكس الايرادات غير العاديه بتنفق لغرض معين. كمان الايرادات العاديه بتدفع بدون مقابل، على عكس الايرادات غير العاديه بتكون بمقابل، او القرض العام بالذات بيكون المقابل بتاعه او الفوائد المترتبه على القرض بتاعه. طيب في جزء عندنا تاني الايرادات املاك الدوله. املاك الدوله عندنا بنسميها الدومين، سواء كان دومين عام زي ما قدامنا كده او دومين خاص. الدومين عندنا الدومين العام هو ممتلكات الدوله العامه.
ايه ممتلكات الدوله؟ الممتلكات اللي بتحصل الدوله منها على ايرادات عامه وبتخضع لاحكام القانون الايه العام. كلمه دومين هنا يعني المجال او الميدان. طيب الدومين الخاص هي ممتلكات الدوله الخاصه، ما بتحصلش الدوله منها على ايرادات متنوعه وبتخضع لاحكام القانون الخاص زيها زي الناس العاديه، زيها زي القطاع الخاص بالظبط وفقا لطبيعتها الايه الاقتصاديه، بس بتنقسم لاكثر من نوع. عندنا دومين صناعي، دومين تجاري، دومين عقاري او زراعي، وعندنا فيه كمان دومين مالي. الدومين المالي عندنا اللي بيتكون نتيجه تملك الدوله الاوراق الماليه، زي طبعا اوراق ما احنا فاهمينها اللي هي فكره الاسهم والايه والسندات، طبعا بتجيب ارباح وفوائد بتدخل ضمن الايرادات الايه العامه. طيب الدومين الصناعي عندنا او الدومين التجاري بتملك الدوله فيه مشاريع صناعيه او تجاريه بتحصل من بيع منتجاتها دخل بيعتبر من انواع الايرادات الايه العامه، زي الصناعات الكهربائيه، صناعه الاتصالات والمواصلات، صناعه نفط وكيماويات، صناعه مواد حربيه. الجزء الاخير عندنا الدومين العقاري او الدومين الزراعي اللي هي ممتلكات الدولة من الأراضي بتاعتها، سواء من الأرض نفسها أو فوق الأرض أو داخل الأرض أو في باطن الأرض، بالنسبة لمناجم، غابات، مباني، أراضي زراعية، كل ده يعني من ممتلكات للدولة بتجيب للدولة عائد أو إيرادات. طيب آخر حاجة عندنا أو الجزء الثالث عندنا بيتكلم عن الثمن العام وثمن بيع سلعة أو خدمة معينة بتقدمها الدولة للمين؟ للمجتمع، زي ثمن خدمة الكهرباء أو ثمن خدمة الاتصالات والمواصلات وغيرها من السلع او الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطن او للافراد. طيب احنا بنشكركم جدا النهارده، تعبناكم معانا. هنتكلم ان شاء الله المرة الجاية بالتفصيل عن الرسم والضريبة، وهنتكلم عن القروض العامة والاصدار النقدي، ونخلص الجزء ده مع بعض ان شاء الله المرة الجاية. شكرا.